بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تحدي الأسبوع لبواقي الخيوط. النهاردة معدنا مع حلقة جديدة وهنشتغل كوستر أو حامل للأطباق. فطبعا احنا مجموعة من الأصدقاء اشتغلنا مع بعض تحدي أسبوعي لبواقي الخيوط اللي عندنا، بنبقى مش عارفين نعمل بيها ايه. كل واحدة اختارت شكل معين من الكوستر، وده كان الشكل بتاعي. طبعا القنوات المختلفة اللي شاركت معانا هسيب لكم روابط القنوات بتاعتهم في الديسكريبشن بوكس او في صندوق الوصف، وياريت تروحوا لهم وتعملوا عندهم تعليق وتشوفوا الشغل بتاعهم عامل ازاي، وان شاء الله هيعجبكم وتستمتعوا بكل قطعة احنا عملناها في التحدي ده. النهاردة الالوان بتاعتي اللي انا استخدمتها، استخدمت 3 الوان، وانا شايفة ان هي الوان رمضانية شوية، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فهي كانت 3 الوان، الاوف وايت والاصفر واللبني. والابره اللي استخدمتها كانت 2.5. ما استخدمتش خيوط كتير جدا، يعني كلها بواقي وحاجات بسيطه جدا من الخيوط. الكوستر بسيط جدا وسهل وما بياخدش اي وقت، يعني حوالي نص ساعة وينتهي ويخلص معانا. يلا بينا نبدأ ونشوف طريقة العمل. اول حاجة بقى هنشتغل عقدة البداية، وبعدها 10 سلسلة، هندخل في اول سلسلة اشتغلناها وهنعمل منزلقة، فكده كوننا الدايرة. هنطلع دلوقتي للدور التاني وهنعمل 2 سلسلة، والاتنين سلسلة هنا هنعتبرهم عمود بلفة. الاساسي العمود بلفة بيبقى 3 سلسلة، لكن هنا هنكسر القاعدة وهنشتغل ب2 سلسلة، وده عشان نظبط الدور ويبقى معانا مرتب. هشتغل بقى جوه الدايرة 23 عمود بلفة، كده خلاص وصلنا لنهاية الدور واشتغلنا 23 عمود بلفة، ومعايا هنا ال2 سلسلة اللي بدأنا بيهم. فهدخل في اول سلسلة وهعمل منزلقة. هنا سلاسل الارتفاع اللي اشتغلناها مع العمود بلفة 23، يبقى كده اجمالي الدور 24 عمود بلفة. هنرتفع دلوقتي كمان 2 سلسلة، وزي ما اتفقنا ال2 سلسلة في القطع اللي معانا دي هي ارتفاع العمود بلفة، وبأكد تاني ارتفاع العمود بلفة الاساسي 3 سلسلة مش 2 سلسلة، لكن هنا احنا بنكسر القاعدة وبنشتغل اكتر احترافية من الشغل العادي. هنا بقى دلوقتي هنشتغل فوق كل عمود بلفة من الدور اللي فات عمود بلفة، لكن بين كل عمود بلفة والتاني سلسلة. فبما ان ال2 سلسلة اللي اشتغلناهم هنا اعتبرناهم عمود بلفة، يبقى كده هنشتغل كمان سلسلة، يعني كده معانا 3 سلسلة، وفي العمود اللي جنبه هنشتغل عمود بلفة وبعدها سلسلة عمود بلفة سلسلة
عمود بلفة سلسلة، ونكمل بنفس الطريقة لآخر الدور، فهيبقى معانا مع سلاسل ارتفاع إجمالي الدور 24 عمود بلفة. وكده وصلنا لنهاية الدور واشتغلنا 23 عمود بلفة بين كل عمود بلفة والتاني سلسلة. فهنا هنشتغل سلسلة بعد العمود بلفة، وهندخل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي اشتغلناها. ناخد بالنا ان في سلسلة في الجزء ده مش هنشتغل فيها، يعني هنشتغل في تاني سلسلة. كده خلاص خلصنا الدور التالت، وبالنسبة لي هنا اللون ده كمان خلص، فهنقص القطعة وهنبدأ باللون الجديد. وهنا بقى جبت اللون التاني، فأول حاجة هعملها عودة البداية. والشغل هنا كمان هيكون أكتر احترافية من إن احنا ندخل في أي عمود ونشتغل بسلاسل ارتفاع ونبدأ نكمل الدور بتاعنا، لأني الخطوة دي هتخلي القطعة بتاعتي كلها منتظمة وشكل واحد، ومفيش باين منها بداية الدور كنا فين وعملنا إيه. فزي ما قلنا هنعمل عودة البداية، وبعدها هنلف الخيط على الإبرة مرة واحدة. هنيجي هنا عند أي عمود من الأعمدة من الدور اللي فات وهندخل فيه، وهطلع بالخيط، فهيبقى معايا 3 لفات على الإبرة. هطلع من لفتين وكمان لفتين، فكده أبقى عملت العمود بلفة، وده هيبقى أول عمود بلفة معايا. في نفس المكان تاني هعمل كمان 2 عمود بلفة، يبقى كده في نفس المكان اشتغلنا 3 عمود بلفة. هروح للعمود التاني اللي جنبه، يعني هفوت السلسلة مش هشتغل فيها، هشتغل في العمود بلفة وهعمل حشو، والعمود بلفة التاني هنشتغل 3 عمود بلفة. العمود التاني اللي بعده هيبقى حشو، وهنشتغل بنفس الطريقة 3 عمود بلفة والغرزة اللي بعدها حشو. وكل الدور بتاعنا هيمشي بنفس الطريقة دي، فهخلص وأوصل لحد هنا ونرجع تاني. وبكده وصلنا لقبل نهاية الدور، فآخر حاجة عملتها كانت 3 عمود بلفة، وفاضل معايا عمود بلفة من الدور اللي فات، فهشتغل عليه حشو. وعشان أتأكد إني ماشية صح، يبقى لازم قبل نهاية الدور يبقى 3 عمود بلفة حشو، عشان نقفل هنا في أول عمود بلفة اشتغلناه وهنعمل منزلقة، فهيبقى شكل الدور معايا بالطريقة دي. هنا كده خلاص كمان خلصت اللون ده، فهقص الخيط وهبدأ باللون الجديد. كده معايا اللون التاني، فهعمل برضو عقدة البداية، وزي ما تعودنا بقى خلاص هنعمل لفة الأول على الإبرة عشان نشتغل العمود بلفة على طول، بدل ما نطلع بالسلاسل الارتفاع. هنا هنشتغل فوق كل عمود بلفة من الدور اللي فات، لكن هيبقى في تاني عمود بلفة، دي هتبقى البداية بتاعتنا، او الافضل نشتغل فوق كل حشو من الدور اللي فات. هنعمل اول عمود بلفة
وبعدها التاني تلاتة أربعة خمسة. يبقى احنا عندنا هنا زودنا الدور اللي فات كان تلاتة عمود بلفة، يبقى الدور التاني او اللي بعده هيبقى خمسة عمود بلفة. وبعد كده هنروح عند تاني عمود بلفة من الدور اللي فات وهنعمل حشو. هاخد معايا خيط البداية الاول، طبعا الافضل ننظف القطعة بتاعتنا اول باول عشان الخيوط ما تبقاش كتيرة معانا وشكل القطعة يبقى مش لطيف. بعد كده هنروح للحشو وهنشتغل خمسة عمود بلفة. وهنا فوق تاني عمود بلفة هنعمل حشو، وده هيبقى تكرار الدور بتاعي، خمسة عمود بلفة حشو، خمسة عمود بلفة لآخر الدور حشو. وبكده خلاص نكون وصلنا لقبل نهاية الدور، فآخر حاجة هتقابلنا هي الحشو، فهنشتغل فيها خمسة عمود بلفة. وفي تاني عمود بلفة من الدور اللي فات هنشتغل حشو، فهيبقى معانا اخر الدور هو الحشو. وكده هنقفل فيه اول عمود بلفة اشتغلناه وهنعمل منزلقة. هنا كمان خلاص اللون ده خلص معايا، فهنبدأ لون جديد. وهنا الدور اللي بعد كده هنشتغل باللون الابيض، وزي ما متعودين بقى في اول الدور بنعمل عقدة البداية ونلف الخيط على الابرة مرة واحدة، وهنا عند اي حشو من الدور اللي فات هنبدأ نشتغل. وكده هنعمل اول عمود بلفة، اتنين تلاتة أربعة خمسة. وهنا عند تالت عمود بلفة من الدور اللي فات هنعمل حشو، وهيبقى تكرار الدور بتاعنا، خمسة عمود بلفة حشو، وهنشتغل بنفس الطريقة لآخر الدور. يبقى فوق الحشو بنعمل خمسة عمود بلفة، والحشو بيكون فوق تالت عمود بلفة اشتغلنا من الدور اللي فات. وهنا وصلنا لقبل نهاية الدور واشتغلنا آخر حاجة كانت خمسة عمود بلفة، وبعد كده هنشتغل حشو. وهنا في أول عمود بلفة اشتغلناه هنعمل منزلقة، وكمان هننهي اللون ده وهنبدأ لون جديد. فكده بقى معانا شكل القطعة. دلوقتي بقى هنجيب اللون الأصفر وهنبدأ بدايتنا المعتادة. هنشتغل عند أي حشو من الدور اللي فات، وهنبدأ بأول عمود بلفة، وكده اتنين
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يبقى كده احنا زودنا عن الدور اللي فات، كنا شغالين الدور اللي فات بخمسة، فالدور ده هنشتغله بسبعة، وهنكمل بنفس الطريقة، سبعة عمود بلفة، وهيبقى حشو في تالت عمود بلفة من الدور اللي فات. وكده خلاص وصلنا لقبل نهاية الدور، واشتغلنا سبع عمود بلفة فوق الحشو من الدور اللي فات، وبعد كده هنشتغل حشو فوق تالت عمود بلفة من الدور اللي فات، وهنقفل في أول عمود بلفة وهنعمل المنزلقة. وكده كمان خلاص خلص اللون ده، وهنبدأ لون جديد. ودلوقتي بقى هنعمل الدور الجديد، هنبدأ من فوق الحشو من الدور اللي فات، وهنشتغل بنفس ترتيب الدور اللي فات، سبعة عمود بلفة حشو. فكده معانا أول عمود بلفة، فعملنا سبع عمود بلفة وبعدها حشو، والحشو كانت في تالت عمود بلفة من الدور اللي فات، وفوق الحشو من الدور اللي فات هنعمل سبع عمود بلفة. وكده هيبقى نفس تكرار الدور بالشكل ده. وكده كمان خلاص وصلنا لقبل نهاية الدور، فهنشتغل الحشو. يبقى دايما آخر حاجة عندي في نهاية الدور هي الحشو قبل ما أقفل بالمنزلقة في العمود بلفة اللي اشتغلناه أول حاجة. هنبدأ بقى دلوقتي الدور الجديد ونشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. هنبدأ دلوقتي بقى باللون الجديد، وهنشتغل عمود باتنين لفة، والدور ده هو اللي هيبقى مختلف عن الأدوار اللي فاتت. يعني كل الأدوار اللي فاتت كنا شغالين بعمود بلفة، فدلوقتي هنشتغل عمود باتنين لفة، وهندخل في الحشو. وكده أول عمود باتنين لفة، وبكده نبقى اشتغلنا تسعة عمود بلفة فوق غرزة الحشو من الدور اللي فات. فهنشتغل فوق تالت عمود بلفة من الدور اللي فات بالحشو، وهنكمل بنفس الطريقة، تسعة عمود باتنين لفة. ما ننساش ان الدور ده هيبقى اتنين لفة،
وكده خلاص خلصنا. ده الدور معانا انتهى. اخر حاجة كانت معايا غرزة الحشو قبل ما اقفل فيه العمود باتنين لفة من الدور اللي فات. فناخد بالنا كويس جدا، اخر حاجة معانا بتبقى غرزة الحشو عشان يبقى شكلها مرتب بالطريقة دي. هنبدأ بقى دلوقتي باللون الجديد ونشوف هنشتغل ازاي. فهنا هنبدأ فوق غرزة الحشو، وممكن كمان نبدأ هنا. هيبقى فين؟ فوق خامس عمود باتنين لفة من الدور اللي فات. فممكن نشتغل هنا ونعمل الحشو. دلوقتي بقى الخطوة التانية هنشتغل اتنين سلسلة، وفوق حشو الدور اللي فات هنشتغل 7 عمود باتنين لفة. لكن في نقطة هنتكلم عنها دلوقتي، يعني احنا عملنا عمود باتنين لفة قبله 2 سلسلة، فهنعمل دلوقتي سلسلة وبعدها هنبدأ نكمل 7 عمود باتنين لفة بتوعنا. فكده 2 وبعدها السلسلة، تالت عمود باتنين لفة، سلسلة، أربعة، سلسلة، 5، سلسلة، 6، سلسلة، وسابع عمود باتنين لفة. فهيبقى معانا الشكل بالطريقة دي. هنعمل 2 سلسلة وهنروح لخامس عمود باتنين لفة من الدور اللي فات وهنشتغل حشو. هنشتغل تاني 2 سلسلة، 7 عمود باتنين لفة بين كل عمود باتنين لفة، والتاني هيبقى سلسلة واحدة. قبل ما نتنقل للمروحة من الدور اللي فات هنعمل 2 سلسلة وبعدها حشو في خامس عمود باتنين لفة من الدور اللي فات، وده هيبقى التكرار بتاعنا لحد نهاية الدور. وكده خلاص نكون خلصنا كمان الدور ووصلنا للشكل ده. طبعا ما ننساش احنا بنقفل في اول حشو اشتغلناه او اول عمود بلفة لو احنا شغالين في الادوار اللي فاتت. هنا بس اشتغلنا مختلف بالحشو الأول. هنبدأ دلوقتي بقى باللون الجديد والدور الأخير، وهنبدأ نشتغل. هنبدأ هنا من عند الحشو، لكن مش هشتغل حشو ولا عمود بلفة عادي، هشتغل عمود بلفة خلفي، يعني هتبقى الإبرة بالشكل ده، وأشد الخيط وكده. أول عمود بلفة خلفي اشتغلناه، وبعدها 2 سلسلة، وهنا عمود بلفة خلفي، سلسلة واحدة، عمود بلفة خلفي، سلسلة،
عمود بلفة خلفي وسلسلة ونفس التكرار، عمود بلفة خلفي سلسلة. يعني ايه بقى كده؟ احنا بنشتغل فوق كل عمود باتنين لفة من الدور اللي فات، عمود بلفة خلفي واحد، وبين كل عمود بلفة خلفي والتاني بنعمل سلسلة واحدة. وبعدها هنعمل اتنين سلسلة، وهنروح لغرزة الحشو من الدور اللي فات وهنعمل عمود بلفة خلفي، وده هيبقى التكرار بتاعنا. وبكده خلاص نكون خلصنا، وصلنا لآخر القطعة. طبعا عايزين نشتغل الدور الأخير ده، ممكن نشتغل ومش عايزين، مفيش أي مشكلة. لكن أنا شايفة بالنسبة لي مهم، لأنه حتى كمان بيدي شكل جمالي للقطع وبيرفعها شوية عن إنها تكون كده على الترابيزة أو على أي حاجة محطوطة عليها مباشرة. يعني نشوف هنا، نلاقي عاملة حافة بالشكل ده، فشايفاها يعني مدية شكل جمالي شوية. طبعا مش عايزين الخطوة دي، خلاص ممكن نقفل كمان في أي دور احنا شغالين فيه. مش لازم تكون كبيرة بالشكل ده، ممكن نصغرها شوية، وممكن يعني على حسب كل حد ما يحب يكون الشكل بتاعه عامل ازاي. كده خلاص خلصت حلقتنا للنهاردة، واشوفكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد من فيديوهات بواقي الخيوط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.